تهجير قسري وتطهير العرقيدة من سياسة الدولة هاي. طارة قسم منهم البلدية هدم المنازل، واللي ما بتهدم بيته البلدية في العادة الاستيطانية وعطيرة كهانيم بتشتغل لا تستولي على بيته. اليوم احنا بنتحدث عن حي بطن الهواء اللي في عنا محكمة يوم الأربعاء القادم 26 الشهر الساعة 10 صباحا في محكمة المركزية في شارع صلاح الدين. هاي المحكمة اللي بتخص عدد كبير من عائلات حي بطن الهوى اللي مهددين بالتهجير القسري لصالح جمعية عطيرة كهانيم اللي بتدعي ملكيتها لأراضي هذا الحي اللي بيقطن فيه 86 عائلة فيهم 700 فلسطيني عايش فيهم. فإحنا اليوم ندعوكم ومنستناكم يوم الأربعاء القادم الساعة 10 صباحا باب المحكمة المركزية في القدس شارع صلاح الدين. كونوا بالقرب زي ما كنتوا فزعة ونصرة لأهلنا في الشيخ جراح. حاليا احنا أوقفنا هذا النزيف المستمر لطردنا وتهجيرنا من بيوتنا. احنا اليوم نحكي لكم انه اختلفت الأسماء، الشيخ جراح وسلوان، بس العدو واحد والاحتلال واحد والمعاناة واحدة والاحتلال واحد، وللقدس واجهتان الشيخ جراح وسلوان. منشوفكم يوم الأربعاء. صحيح. ممكن تعيد كمان البداية للمتابعين ما سمعوش حضرتك والقصة كمان دي. أنا اسمي قطيبة عودي، أنا من سكان بلدة سلوان. ممكن أحكي عن حاليا موجودين ممكن إحنا موجودين في الشيخ جراح اللي هي الحامية الشمالية للبلد القديم ولمدينة القدس. أنا اليوم بدي أتحدث عن حي، عن بلدة أخرى في مدينة القدس، هي البلدة الأكثر كثافة سكانية في مدينة القدس، ممكن أنتوا سمعتوا عنها سابقا، هي بلدة سلوان، هي الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك والحاضنة الجنوبية للبلدة القديمة. هاي البلدة اليوم إحنا بنتحدث عن ما يزيد عن 40% من سكان بلدة سلوان هم تحت طائلة التهجير القسري والتطهير العرقي من سياسة الحرب الجماعية اللي بيشنها الاحتلال ومستوطنيه وجمعيات الاستيطانية على مدينة القدس لتفريغها وإحلال أقلية عربية فلسطينية مقابل أكثرية مستوطنة. اليوم احنا نتحدث عن ما يزيد عن 6 أحياء. الست أحياء في 6 قضايا مختلفة، 6 قصص مختلفة في بلدة سلوان. طارة البلدية اللي بتحاول تهدم هاي المنازل، وعلى طول السنة انتوا أكيد بتشوفوا عدد كبير من المنازل بتم هدمها في بلدة سلوان، وطارة اللي ما بتقدر عليه البلدية بعطوا جمعيات الاستيطانية عطيرة كهانيم والعاد انهم يشتغلوا لا يستولوا على هاي البيوت. طبعا اليوم احنا في عنا محكمة قادمة اللي هي يوم الأربعاء القادم 26 الشهر الساعة 10 صباحا في الشيخ في شارع صلاح الدين. هاي المحكمة لحي بطن الهوى. حي بطن الهوى في 86 عائلة، في 700 فلسطيني عايشين في هاي البيوت. 700 نفر صحيح. بتدعي جمعية عطيرة كهانيم ملكيتها لأراضي هذا الحي قبل 139 سنة، أي في زمن الدولة العثمانية. فاليوم هم بيعتبروا حالهم أوصياء على هاي الأراضي، واليوم عم بيطالبونا في إخلاء هاي المنازل. اليوم الأربعاء في عدد من الأهالي من العائلات عندهم محكمة الساعة 10 في المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين. وإحنا اليوم رسالتنا من هون من الشيخ جراح إنه زي ما إحنا وقفنا وكنا نصرة وفزعة لأهلنا في الشيخ جراح وقدرنا نرجع البوصلة لمدينة القدس، اليوم سلوان تستحق منا كمان إنه نوقف معاها ونكون إلى جانبها، لأنه سلوان إذا راحت صراحة راح يكون هي ضربة كبيرة لمدينة القدس. ولنأكد إنه هاي هي قضية واحدة، اختلفت الأسماء، هو الشيخ جراح وسلوان أسماءهم مختلفة، ولكن العدو واحد والاحتلال واحد والمعاناة واحدة والاحتلال والمستوطنين والشغل اللي عم بيشتغلوا لتهجيرنا وطردنا من أرضنا ومن بيوتنا نفس الفكر ونفس التوجه ونفس الأيديولوجية. لذلك احنا اليوم ختاما بنقدر نحكي انه للقدس واجهتان الشيخ جراح وسلوان. كونوا بالقرب وكونوا معنا يوم الأربعاء الساعة 10 لنوقف هذا النزيف ونوصل رسالة إنه جدودنا عاشوا نكبة، إحنا اليوم كجيل جديد مش راح نعطي فرصة إنه نعيش نكبة ثانية. شكرا كثير. إيش هاشتاج قطيبة؟ أنقذوا سلوان إلى جانب أنقذوا حي الشيخ جراح. شكرا.